بقع بيضة واضحة جدا في وسط تصبغات بالوجه ظهرت واتشخصت بالبهاء، بس الموضوع فيه ان يا ترى ايه هي؟ اهلا بيكم، انا دكتور ايمن، والنهاردة هنتكلم عن البهاء اللي يمكن مش بهاء. بس قبل ما تتوهوا مني تعالوا نرسم المشهد علشان نفهم الموضوع اللي انا بتكلم عنه. انا قاعد في العيادة لا بيا ولا عليا، قاعدة قدامي مدام سعاد بتحكي لي على البهاء اللي ظهر لها من اسبوع واعصابها منهارة تماما. بقولك ايه، واحنا استخدمنا اسم مدام سعاد ده قبل كده؟ احتمال؟ خلاص انا قلته بقى مش هغيره، تمام؟ هي مدام سعاد. الموضوع بدأ من اسبوع بالظبط لما لاحظت مدام سعاد ظهور بقع بيضة واضحة جدا في وشها، والغريب ان البقع دي ظهرت في وسط اماكن تصبغات او كلف عندها من اكتر من 10 سنين. كأي شخص طبيعي لما يشوف بقع بيضة بتظهر بيقلق ويخاف. بدأت مدام سعاد تفتش في جسمها وتدور على اي بقع بيضة تانية، والمفاجأة ان هي لقت بعض البقع البيضة المتفرقة في الكفين وفي الذراعين. قلقت اكتر وخافت اكتر وراحت لبنتها وقالت لها الحقيني اعمل ايه دلوقت؟ ولان هي شخص عاقل وناضج بدل ما تستسلم للخوف سمعت نصيحة بنتها اول ما قالت لها يا ماما نروح للدكتور نطمن ونعرف ايه الموضوع. فكرت في عقلها وقالت طب ما انا اروح للدكتور ويبص عليا يمكن الموضوع يبقى حاجه بسيطه ومش بهاء ولا حاجه ويطمني بدل القلق اللي احنا فيه ده. بس للاسف مش هو ده اللي حصل. الدكتور اللي راحت له مدام سعاد بعد ما فحصها وبص عليها كويس قال لها ان التشخيص فعلا بهاء وكتب لها علاج على هذا الاساس. الحقيقه ان الصدمه كبرت اكتر واكتر ونفسيتها اتدمرت واعصابها انهارت، ومحاولات التصالح مع الذات من مدام سعاد وبنتها. مدام سعاد خدت بالها ان هي ما تعرفش اصلا اي حاجة عن مرض البهاء، فمش طبيعي ان احنا نخاف من حاجة ما نعرفهاش، فقررت ان هي تبحث وتعرف اكتر. توجهت كما العادة الى عمه جوجل وسألته ايه مرض البهاء وايه اسبابه وعلاجه، وعمه جوجل عشان هو بيفهم وجهها لفيديوهات اعظم دكتور جلدية في مصر والوطن العربي وهو العبد لله. شكرا شكرا شكرا. لا مش عايز تسقيف، ما تسقفوش. لا لا، الحقيقة ان هي قعدت على سلسلة البهاء واتفرجت عليها من اولها لاخرها، ما فوتتش فيديو، واستفادت جدا 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 لان كل فيديوهات دكتور ايمن مفيدة، ولان هي ذكية ولماحة لاحظت في احد الفيديوهات اللي عنوانه لغز البقع البيضة ومصباح وودز السحري، هسيبهولكوا هنا اهو، ان انا بتكلم عن الفحص بجهاز الوودز لايت او مصباح وودز، وده جهاز بنستخدمه في التشخيص لبعض الامراض الجلدية من ضمنها مرض البهاء، عن طريق ان احنا بنطفي النور في الاوضة تماما وبنسلط ضوء الجهاز ده على المرض اللي قدامنا، وكل مرض بيشع تحت اضاءة الجهاز بلون مختلف. ولو عايز التفاصيل اتفرج على الفيديو اللي قلتلك عليه. وهو ده يا سيدي اللي وصلنا لمشهد البداية اللي قلتلك عليه. انا قاعد ومدام سعاد قاعدة قدامي منهارة وبتحكي لي القصة اللي انا حكيتها لك دي. الحقيقة ان هي جات لي في احد المستشفيات الخاصة اللي انا بشتغل فيها، المستشفى دي ما كانش فيها جهاز وودز لايت، فاستأذنت مدام سعاد بمنتهى الادب ان هي تشرفني في المركز بتاعي علشان اقدر افحص البقع البيضة دي بجهاز وودز لايت. وديتها معاد بالفعل ووعدتها ان انا مش هاخد منها كشف في المركز بتاعي لان هي اوريدي دفعت كشف في المستشفى. وعدى يوم والتاني والتالت، وعلى عكس ما كنت متوقع مدام سعاد وفت بالمعاد. مش قلت لك انا اسم مدام سعاد هينفع في قافية؟ قلت لك هيجي في حاجة. انا لما جات لي في العيادة عملنا فحص وودز لايت، طفينا الانوار في العيادة تماما وحل الظلام الدامس، نورت الجهاز وسلطته على البقع البيضة، والنتيجة صدمتني. البقع البيضة تحت اضاءة الجهاز اتضح ان هي مش بهاء، واتضح كمان ان هي مطابقة للون جلدها الطبيعي، والتصبغات المحيطة بالبقع البيضة هي اللي قوية وعميقة جدا، يمكن لان بقالها سنين طويلة مش بتتعالج. بصراحة احترت لوهلة ايه سر البقع البيضة اللي ظهرت دي، وايه الاحتمالات الممكنة لظهورها المفاجئ. طفيت الجهاز ولعت نور العيادة ومدام سعاد قاعدة قدامي هي وبنتها في منتهى الخوف والترقب مستنيين يسمعوا مني اللي انا هقوله. حضرتك استخدمتي تركيبات تفتيح للتصبغات اللي في وشك قبل كده؟ والإجابة للأسف كانت أيوة يا دكتور استخدمت
تركيب التفتيح، اشتريتها من واحد بيعمل تركيبات للبشرة وبيبيعها، مش معروف ايه محتواها ومجهولة المصدر، واللي بيبيعها لنا مش دكتور ولا حتى صيدلي، بس الناس بتقول انه حلو. طبعا ده مش كلامها باللفظ، ولكن يعني ده المعنى. سألتها السؤال اللي بعده، بعد ما استخدمت التركيبة دي يا مدام سعاد، هل وشك حرقك؟ قالت لي يا دكتور عرفت منين؟ ده وشي حرقني جدا والتهب وفي اماكن فقفقت كمان. قلت لها تمام، وشك بعدها بشوية قشر؟ قلت برافو عليك يا دكتور، ايه ده عرفت منين؟ فعلا وشي قشر بعدها بفترة. كظمت الغيظ جوه نفسي واخدت نفس عميق وحاولت اني اكون هادي بقدر الامكان، وانا ببص لمدام سعاد وبقول لها حضرتك ليه يا مدام سعاد ما قلتليش ان انت استخدمتي التركيبة دي في الاول، وليه ما قلتيش للدكتور اللي روحتيله قبلية المعلومة المحورية دي؟ قلت لي ايه ده يا دكتور، هي تفرق في حاجة؟ قلت لها الحقيقة هي تفرق كتير، لان حضرتك في الاغلب التركيبات مجهولة الهوية ومجهولة المصدر دي بيكون محطوط فيها خليط من مواد كيماوية بتركيزات عشوائية وبدون اي رقابة لمواد زي الكورتيزون وكريمات التفتيح القوية جدا زي الميلوكين ومواد مقشرة زي مشتقات فيتامين اي اللي بتستخدم لعلاج حب الشباب، كل ده بيتضرب في الخلاط يا مدام سعاد ويخش في تركيبة مش عارفين بقى مصدرها ايه ولا التركيزات اللي فيها ايه ولا مين اللي عملها ولا اصلا مناسبة للشخص اللي هيستعملها ولا لا. حضرتك لما استعملتي هذه التركيبة تعرضتي لحرق كيميائي بسبب المكونات اللي موجودة فيها، الله اعلم بمصدرها، انا كنت بخمن مش عارف هل فيها الكلام ده ولا لا، بس يعني على الاغلب بيكون فيها كده، وبناء عليه الاماكن اللي حصل فيها حرق كيميائي وفقفقت بعد ما قشرت بقت افتح من لون التصبغات، زي لما بتتعور كده وقشره التعويره تقع فتلاقي مكان التعويره فاتح، وظهور الاماكن الفاتحه دي اللي هي في الواقع قريبه جدا من لون حضرتك الطبيعي في وسط جلد اصلا متسبغ وغامق خلاكي تحسي ان هي افتح من الطبيعي، وخلى الدكتور يحس بكده وانا كمان حسيت بكده، فبناء عليه كان التشخيص المنطقي ان هي بهاء. واللي اكد الكلام ده ان انت قلت لنا ان في بقع بيضة في ايديكي كمان، بصيت عليها لانها نقط متفرقه وخفيفه، ولكن ما بانش الا بعد ما فحصت بجهاز الودز لايت ان البقع اللي في ايديها دي ما هي الا اثار لجروح او حروق قديمة، لسعت زيت، خربوش هنا، شك الدبوس هنا، حاجات عادية يعني مش بهاء ولا حاجة. فالخبر السعيد يا مدام سعاد ان حضرتك ما عندكيش بهاء، ولكن الخبر الحزين ان حضرتك عملتي كارثة كبيرة جدا جدا جدا، وكارثة تانية اكبر منها. الكارثة الكبيرة هي ان انت استخدمتي حاجة مجهولة المصدر ومجهولة الهوية بدون ما تلجأ للطبيب، كان ممكن تبوظ لك بشرتك تماما، والحمد لله ان هي جت على قد كده. والكارثة اللي اكبر منها ان انت لما حصل لك مشكلة ورحت للدكتور، بل رحت للدكتورين ما قلت لهمش على اللي انت عملتيه ده، ظنا منك ان هو ملوش اي علاقة باللي حصل، ولكن لازم تدي الدكتور كل المعلومات اللي هو محتاجها، لان انت ما تعرفيش ايه اللي له علاقة وايه اللي ملوش علاقة. الدكتور مسؤوليته ان هو ياخد المعلومات دي اللي هي اسمها التاريخ المرضي للحالة، وبناء عليه يوصل للتشخيص المناسب بناء على الفحص والتاريخ المرضي وليس الفحص واحد. طبعا ما نقدرش نلوم الدكتور الاولاني اللي بص عليكي، لان هو ما كانش عنده جهاز الودز لايت ومش متاح ليه ان هو يستخدمه، فوصل للتشخيص اللي قدر يوصل له بناء على المعطيات اللي كانت قدامه، لان انت خبيت عليه معلومة محورية مهمة جدا. ولكن بحييك ان انت عملتي حاجة تانية صح، وقد تكون انقذتك من سنين طويلة من علاج غلط وخوف غير مبرر من مرض مش عندك، وهي ان انت حاولتي تبحثي وتشوفي مصادر موثوقة للمعلومات عن المرض اللي عندك، والمصادر دي يمكن هي اللي وصلتك ان انت تيجي تكشفي عندي وتعملي فحص بجهاز وودز لايت وتعرفي التشخيص الحقيقي للبقع البيضة اللي عندك. بس يا سيدي، وهي دي قصة مدام سعاد اللي جت في المعاد والبهاء اللي طلع مش بهاء. لو عايز بقى تعرف اكتر عن مرض البهاء واسبابه وعلاجه اتفرج على الفيديو ده، ولو عايز تعرف عن العلاج البيولوجي اللي موجود دلوقتي في مصر للبهاء اتفرج على الفيديو ده واشترك على القناة علشان تشوف الفيديوهات اللي جاية اول باول. انا دكتور ايمن، واتمنى دايما اشوفكم على خير.